الشوط الماضي. إذن أيها الأخوة متواصلين مع انطلاقة الشوط السادس عشر الذي انطلق قبل قليل، وما زال التوقيت الزمني صامد تحت أقدام العنود صاحبة أو الفائزة بالشوط الأول الرئيسي بتوقيت زمني 7:53، 7 أجزاء من الثانية، وتعود ملكية العنود لصالح بن حمد بن هاملة المري، ما زالت هي صاحبة أفضل توقيت في هذا الصباح. عودة إلى هذا الشوط وإلى أحداث وإلى تداعيات وإلى منافسات هذا الشوط، والمقدمة مباشرة هملولة عبد الله بن ناصر بن عبد الله الكواري، تسيطر هملولة على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، تليها في المركز الثاني. المركز الثاني من الجانب الآخر الضويمر لعلي بن محمد الشنجل، نقلة إلى المركز الثالث، من تحتل المركز الثالث مصيحة سلطان بن حسن النعيمي، النقلة على المركز الرابع، النقلة على المركز الرابع الحاصلة لحمد بن سعيد بن مهيرة المري، نقلة إلى المركز الخامس. المركز الخامس نتأخر لنرى المركز الخامس، مصيحة لحزام بن ديلة المري هي من تحتل المركز الخامس، وانتظروا الأسماء التي لم يحن موعد دخولها إلى عالم النداء والإذاعة، انتظروها في الوقت المناسب. وعودة إلى هملولة من تقود المسيرة، الله يا هملولة، عبد الله بن ناصر بن عبد الله الكواري تقود مسيرة الشوط وتقود دفة الأمور، ولكن الملاحقة والخطورة قادمة من شعار بن مهيرة وأيضا شعار الشنجل على ظهر الضويمر، ظهر الضويمر يحتضن شعار الشنجل علي بن محمد الشنجل، بينما المركز الثالث الحاصل حمد بن سعيد بن مهيرة المري، نقله الى المركز الرابع، مصيحة سلطان بن حسن النعيمي تليها في المركز الخامس، المركز الخامس المسموح له بالنداء والاذاعه، مصيحة لحزاب بن ديلة المري، وما زالت هملولة. ايها الاخوة ايها الاعزاء مشاهدين الكرام في كل مكان، ما زالت هملولة تسيطر على المقدمة وعلى ناموس الشوط، وعائدة ملكية هملولة عبد الله بن ناصر بن عبد الله الكواري، وانطلاقتها ممتازة. وعلى فكرة أود تذكير الأخوة بأن منذ انطلاقة الشوط وهملولة تسيطر على مقدمة الشوط، ولكن اللي رافع راية التهديد الحاصلة هي سجلة الحاصل، ولكن أتوقع أنها الحاصلة لحمد بن سعيد بن مهيرة المري، المركز الثالث، النقلة على الثالثة الضويمر علي بن محمد الشنجل، أول نداء للمركز الرابع. يا سلام شعار مضمر القرن، شعار فيصل بن طالب بن شريم يتقدم بدوره ويحتل المركز الرابع مع لوحة 2500 متر الأخيرة والجازي. يا سلام يا الجازي، الله يا الجازي، فيصل بن طالب بن شريم انتظر الجازي في الوقت المناسب. نقلة إلى المركز الثالث الخامس، نقلة إلى المركز الخامس هيبة لمبارك بن راشد بن دلاب الهاجري، وهذه النتيجة أيها الأخوة أيها الأعزاء للخمس المتقدمة الأولى، وحدث تغيير على مقدمة الشوط مع لوحة الاثنين كيلو متر، نقترب من الكيلوين مترين الأخيرين، التغيير من قبل الحاصلة الحمد بن سعيد بن مهيرة غيرت مجريات الأمور وغيرت النتيجة. أيها الأخوة أيها الأعزاء يا سلام يا الحاصلة، هملولة تتراجع وتحتل المركز الثاني لعبد الله بن ناصر بن عبد الله الكواري، وهيبة يا سلام يا هيبة، وصلت هيبة، انتقلت إلى المركز الثاني هيبة، الله يا هيبة. مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري المركز الرابع الجازي، فيصل بن طالب بن شريم المركز الخامس، الخامسة الضويمر لعلي بن محمد الشنجل، ولكن دخول على خامس المراكز من قبل الطيارة لمسفر بن حمد آل شايق الشهواني، أقلعت الطيارة في المركز الرابع. يا سلام يا الطيارة، دخول ممتاز. هذه النتيجة للخمس المتقدمة الأولى، وعودة إلى مقدمة الشوط وال1500 متر الأخيرة، إلى أين يتجه ناموس الشوط؟ هيبة تفرض الهيبة في هذه اللحظات بشعار بن ذلاب، يا سلام يا هيبة. مبارك بن راشد بن ذلاب
الهاجري 1500 متر وهيبة ما زالت متصدرة ومتقدمة. النقلة على الجازي، الله الله يا الجازي، الله يا الجازي، يوم عطي الله ما تمنع، باتمنى لشر الجازي، الله يا الجازي، الله يا الجازي. فيصل بن طالب بن شريم المركز الثالث، المركز الثالث الطيارة مسر بن حمد بن مبارك مسر بن حمد الشايق الشهواني، ولكن دخول على الطيارة من قبل الحاصلة حمد بن سعيد بن مهيرة. المركز الرابع، أول نداء لصاحبة المركز الرابع جمايل لحمد بن غانم الهديفي. المركز الخامس، المركز الخامس هقوة لمحمد بن خالد العطية، تنتقل هقوة في هذه اللحظات إلى خامس المراكز وهيبة، والكيلومتر الأخير والخطير، يا سلام يا هيبة، تقص شريط الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، هيبة والجازي تلاحق هيبة لفيصل بن طالب بن شريم، ولكن هيبة لمبارك بن راشد بن ذلاب الهاجري تقود هذا الشوط بهذا الكم الكبير، الله يا هيبة، هيبة واللحظات الأخيرة، هيبة وال800 متر الأخيرة، هيبة، ولكن من تتقدم في هذه اللحظات؟ الجازي، تليها أيضا جمايل لحمد بن غانم الهديفي، ولكن هيبة حتى هذه اللحظات بشعار بن ذلاب، بهذا الشعار الممتاز وبهذا الأداء الجميل اللي يا ما صال وجال شعار بن ذلاب على أرضية الميادين، يصول في هذا الشوط وفي هذا الصباح. أيضا أيضا نتمنى التوفيق لكل هذه الشعارات، الجازي وهيبة والمعركة طاحنة أيها الأخوة، ولكن هيبة هي الأقرب لتحقيق الناموس، هي الأقرب، هيبة هيبة الأقرب لانتزاع الناموس، ولكن الجازي، الجازي وهيبة، الجازي تتقدم، الجازي أيها الأخوة تنطلق، الجازي يا سلام، ولكن هيبة ما زالت مصرة على انتزاع الناموس وعلى إهداء الناموس لعزبة بن ذلاب، الله يا هيبة، هيبة واللحظات الأخيرة، مبارك بن راشد بن ذلاب والجازي، الجازي وهيبة، ولكن هيبة، الله يا هيبة، الله يا هيبة، الله يا هيبة، الله يا هيبة، تنتزع كما ذكرت ناموس الشوط، تنتزع ناموس الشوط، ولكن الجازي، الله يا هيبة، تصر أيها الأخوة، أيها الأعزاء، رقم الضغوط من الجازي، تهانينا والناموس لمالك هيبة، مبارك بن راشد بن ذلاب الهاجري، هيبة من أصرت رغم الضغوط من الجازي إلا أنها أصرت على انتزاع ناموس الشوط، تهانينا والناموس لمالك هيبة، مبارك بن راشد بن ذلاب الهاجري. المركز الثاني الجازي، فيصل بن طالب بن شريم المري المركز الثالث، المركز الثالث حقوة لمحمد بن خالد العطية. المركز الرابع، المركز الرابع جمايل حمد بن غانم الهديفي. المركز الخامس، المركز الخامس الضبية لفهد بن حصين النعيمي. ننتظر لحظات وصول هيبة، وشهدنا المعركة الطاحنة على ناموس الشوط وعلى تحقيق المركز الأول ما بين الجازي وهيبة، ولكن هيبة أصرت أيها الأخوة على انتزاع الناموس، تهانينا والناموس. قطعت المسافة هيبة في 8 دقائق 5 ثواني 14 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمبارك بن راشد بن ذلاب الهاجري المركز الثاني أيضا اللي قدمت عرض تشكر عليه الجازي، قطعت المسافة في 8 دقائق 5 ثواني 19 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لفيصل بن طالب بن شريم المركز الثالث. المركز الثالث حقوة قطعت المسافة في 8 دقائق و8 ثواني